السلام عليكم. رجعنا تاني بعد ما أخدنا ريست 5 دقايق، وهنتكلم على موضوع مختلف بقى شوية عن إحنا أخدنا مكنة الخراطة وأخدنا التأب وأخدنا الشيبينج والسلوتينج والبلانينج. هنتكلم على نوع مختلف عن الماكينات، هو الميلينج ماشين أو ماكينات التفريز. هنتكلم على الميلينج ماشين او ماكينات التفريز. هنا في اختلاف عن كل ما سبق والمكنه دي، وهنقول ليه حالا. المكنه الميلينج ماشين 3 انواع، بس احنا هناخد 2. هناخد الهوريزونتال ميلينج ماشين والفيرتيكال ميلينج ماشين. يعني ايه الهوريزونتال ميلينج ماشين؟ اللي على الشمال انه محور دوران السكينه افقي، دي هوريزونتال ميلينج ماشين. الفيرتيكال اللي على اليمين محور الدوران راسي، دي سكينه القطع اللي انا واقف عندها. اما تدور في المستوى الراسي اسمها فيرتيكال، ادي سكينه القطع في حاله الهوريزونتال. لما تدور في المستوى الافقي تبقى هوريزونتال ميلينج ماشين. يبقى عندي هوريزونتال ميلينج ماشين وفيرتيكال ميلينج ماشين. الاختلاف هنا ايه اساسي في المكنه الميلينج ماشين؟ الميلينج ماشين اداه القطع ذات عده حدود قاطعه، مش حد واحد، مش 2 زي الشيبنج زي الدريلنج. الام المخرطه ليه حد واحد قاطع، الشيبنج لها حد واحد قاطع، السلوتر حد واحد قاطع، البلانر حد واحد قاطع. انما اداه القطع في الميلينج لها عده حدود قاطعه، مش واحد ومش 2 ومش 3 ومش 4، مالتيبل ايدج كاتنج تول، عد 10 12 16. ده فرق اساسي ومهم. ليه؟ لان انا لما بيبقى عندي اداه قطع لها عده حدود قطع، معدل ازاله الريش الريت اوف ميتال ريموفال هيكون كبير، هتشيل كتير. كمان الميلينج ماشين بتتميز بانها تعمل لي تروس، اقدر اعمل عليها الجير بوكس الجير تروس. يبقى ليه المكنة الميلينج ماشين مهمة ومختلفة؟ لاني بقدر اعمل عليها تروس، وبقدر ان اداة القطع تشيل رايش كتير، الريت اوف ميتال ريموفر كبير، معدل ازالة الرايش كبير. دول الادفانتج اللي في الميلينج ماشين مختلفين عن الباقي. زي ما قلت عندي هوريزونتال ميلينج ماشين وعندي فيرتيكال ميلينج ماشين. لو بصيت على الهوريزونتال دي هجد ان المكنه دي قاعده لها بيس، لها تيبل اللي هي ده اهي، عليها مجاري حرف تي او تي سلوت اهي. التي سلوت ده اهي حاجه مهمه عشان بثبت عليها الشغله. الشغله اللي لونها ازرق هنا راكبه على التيبل. اعضاء القطع اللي هي سكينه الفريزه او المين كتر فوق الشغله بتدور عشان تقطع في الشغله. ده عباره عن اربر او دراع ماسك مثبت فيه الميلين كتر، وده الكولوم بتاع المكنه او جسم المكنه، وده الاوفر ارم عشان اثبت من الناحيه الثانيه الاربر من هنا. التيبل طبعا تقدر تطلع وتنزل وتقدر تتحرك يمين قدام ورا. لو بصيت بقى على الرأسيه، على الميلينج الفريزه الرأسيه او الفيرتيكال ميلينج ماشين، ادي الفيرتيكال ميلينج ماشين نفس الحكايه، لها بيس ولها كولوم ولها هيد، وادي الكاتنج ميلينج كاتر فيرتيكال، ادي التيبل بتاعت المكنه اللي عليها تي سلوتس، وادي الشغله اللي واخده نفس اللون الازرق، وادي السادل اللي هو يقدر يطلع وينزل ويقدر يتحرك. طبعا التيبل تقدر تتحرك يمين ويسار وتتحرك قدام وورا عشان اقدر اقطع الشغله في كل مكان فيها. ده مجرد الشكل العام للهوريزونتال ميلينج ماشين والفيرتيكال ميلينج ماشين. طيب زي ما قلنا الميلينج ماشين اتكتر لها عدة حدود قاطعة.
دي هوريزونتال ميلينج ماشين اللي على الشمال. اشوف كده الحدود القطيعة، 1 2 3 4 5 6 7 8 حدود قاطعة. هنا السكينة دي بتقطع، ادي الشغلة هي بتدور بتقطع في الشغلة، الحد القاطع ده بيقطع قبل سوري اسف، قبل ما الحد ده يقطع يلف ويخرج، الحد اللي وراه يكون دخل يقطع، قبل ما يخرج اللي بقى يخش، يبقى طول الوقت الحدود عماله تقطع في الشغل. في الفيرتيكال ميلينج ماشين اللي على اليمين، ادي الكتر، ادي سكينه الفريزه، ادي 1 2 3 4 ومن الناحيه الثانيه 4، يبقوا 8 حدود قطع. يبقى ده يقطع قبل ما يخلص قطع اللي وراه يخش، وده تستمر عمليه القطع. هنا الروتيشنال موشن بتاعت سكينه القطع، وده بيمثل التغذيه، الشغله تمشي كده علشان كل ده يتقطع، لو فضلت ثابته مش هيقطع الا الحته دي بس، مش هيقطع الباقي ده. عشان كده الفريزه متميزه بسبب عدد الحدود القطعه الكبير. لو بصيت على ايزومتريك لعمليه قطع هوريزونتال وفيرتيكال الاقي المنظر ده. اللي بيقول لي ايه يا باشمهندسين؟ بيقول لي ادي هوريزونتال ميلينج كاتر اهي بتدور حوالين مركزها، يبقى سرعه القطع الفي اللي مرسومه دي، والاف دي التغذيه، ان هي الشغله تتحرك كده ودي بتلف بتقطع، فيبقى ده القطع هيتم هنا، اي قطع بلانينج سيرفيس هيقلل السيكنس بتاع الشغله دي من كذا الى ده. طيب لو بصينا على فيرتيكال ميلينج كاتر، ادي عدد الحدود القاطعه، يمكن هنا 8 ولا 6، 8 تقريبا. الشغله بتدور حوالين، متاسف، الاداه القطع الفيس ميلينج كاتر بتدور حوالين مركزها، ادي الروتيشنال موشن بتاعتها، ادي الشغله دي بتدور بتقطع الدايركشن اوف فيت كده، الشغله ماشيه كده تقطع كل الطول ده، ثم تقطع الطول اللي بعده واللي بعده لحد ما تصغر الارتفاع بتاع الشغله لانه المطلوب كده. ادي حالتين هوريزونتال ميننج وفيرتيكال ميننج كتر بتقطع في نفس الطريقه. اجزاء المكنه هنبص عليها بعمق كده. اول حاجه مهمه هنا مجالي حرف التي، تي سلوت ده ايه؟ التي سلوت ده ايه؟ على التيبل بتاعت المكنة اللي هي ده ايه؟ على التيبل بتاعت المكنة اللي هي دي، احنا راسمين فريزة افقية وفريزة رأسية علشان نقول لك التيبل اللي عليها مجالي حرف التي هوريزونتال فيها مجرى حرف تي زي دي هنا اللي مكتوب عليها تي سلوت، عشان الرسم مصغرة مش باينة بوضوح زي ده ايه. بعدين الكولوم بتاعنا اللي هو العمود اللي شايل القصة دي كلها اهو، والرأسية اهو، القاعدة القاعدة، الني او الركبة اللي هي ده اللي شايلة التيبل فوقيها، يعني شايلة السدل والسدل شايل التيبل، هي نفس الشغلانة، الركبة الني السدل التيبل بتاعت المكنه. الشغله اللي انا عايز اعمل لها تشغيل هي اللون الاصفر ده، دي الورك بيس، وهنا نفس اللون الورك بيس. الكتر اللي هتقطع دي هوريزونتال ميلينج كتر اهي، ودي فيرتيكال ميلينج كتر اهي، ركبة على الهيد، وهنا ركبة على الارم او الاربر، الاوبر ارم مثبت الايه التول. يبقى دي الاجزاء الرئيسية للمكنة. طيب لو بصيت على هوريزونتال ميننج كاتر بشكل مستقل،
ادي سيستماتيك سكتش ليها، ادي الكولوم وادي الاربر وادي الكتر، دي التيبل، السادل، الركبه، وهنا الويلز اللي بحرك بيها التيبل قدام وورا ويمين وشمال، ودي طبعا مفاتيح التشغيل والحركه. لو بصيت على ماكينه فريزا راسيه، ادي الاوفر ارم المتاسف فريزا افقيه، ادي الاربر اللي راكب عليه التول، دي التيبل، ده السدل، دي الركبه، دي القاعده، نفس اللي كان فات. لو فريزه راسيه ادي الهيد كلامبنج بولتس، وهنا يطلع التول منها، فمجرد فكيت الاجزاء يعني. طيب مره اخيره، الثري مين كاتي كونديشن، الثري مين كاتي كونديشن خدناهم في كل المكن اللي بناخده، اللي هي سرعه القطر والتغذيه وعمق القطر. ادي حاله قطر حقيقيه، فين عمق القطر؟ اهو الحته اللي انا شلتها ده، اهي اللي هي من اول هنا لحد هنا، ده الدبس اوف كات. التغذيه ان الشغله يمشي كده، سرعه القطر السبيد اللي هي ان اداه القطر تلف حوالين محورها، دول 3 مين كاتنج كونديشن. ومره اخيره دول حاجه مهمه قوي في الماكينات، لو انا عرفتهم عرفت كل حاجه عن عمليه القطر، لو ما عرفتهمش انا مش عارف حاجه عن عمليه القطر. الستريمين كاتنج كونديشن دول هم اللي بيحددوا لي الماشينينج تايم، بيحددوا لي حاجات كتير قوي، لو انا مش عارفهم مش عارف حاجه عن الموضوع. طيب البرنسبل اوف موفمنت، ايه اساسيات عمليه القطع؟ ادي المينينج كتر في هذا الهوريزونتال مينينج كتر، بتدور حوالين مركزها، بتقطع في الشغله، عمق القطع الحته دي اهي، الشغله لازم التغذيه بتاعتها تكون كده عشان تجيب موضع قطع جديد وتقطع. الريش او الشيب اللي هيطلع اول ما السنه تخش بيبتدي صغير، واند نهايه عمليه القطع بيكون كبير، اند اوف كات بيكون ايه؟ وسع كده. يبقى الشيب كروس سكشن انلارجد بيبقى معامل بالمنظر ده. دي حاله بنسميها اب ميلينج. يعني ايه اب ميلينج؟ يعني سكينه القطع بتاخد الريش وتطلع بيه لفوق، دي اسمها اب ميلينج. في طريقه ثانيه هناخدها بعد شويه، ان لو السكينه دي بتدور العكس يبقى داون ميلينج، وهناخدها بعد شويه. طيب سكاكين القطع انواع مختلفه كتيره قوي، ودي حاجه مهمه لان زي ما قلنا الميلينج ماشين بتتميز بان اداه القطع اسمها ميلينج كتر او سكينه قطع الفريزه، لها عدة حمل قطع مش واحد، عدة حدود قطع. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، دي بلين ميلينج كتر، ودي هيليكال. عندنا انواع تانية، سايد اند فيس، دي سكينة قطع تقطع الجنب والوش كمان، بنسميها سايد وفيس ميلينج كتر، اهي تقطع من الجنب ومن الوش. وادي ديفرنت ميلينج كاتر شيبس مختلفة كتير، كلهم بيشتركوا في ان عندهم اكتر من حد قاطع، فدي اللي هي نمرة ايه؟ سايد اند فيس كاتر، دي سو ميلينج كاتر، سلندريكال ميلينج كاتر، انجل ميلينج كاتر تقطع انجل زي تعمل شكل حرف في، هنا دي تعمل شيب شكل في الشغله، فورم ميلينج كتر،
تستدل قطر تقطع في نفس الوقت اتجاهين، تقطع هنا وهنا وسايد، تقطع فيس وسايد وفيس وسايد. شوف كده كام شكل، احنا خدنا مجموعة اشكال لماكينات الفريزة. الاب ميلينج اند داون ميلينج. الداون ميلينج اهو ده، والاب ميلينج ده. الداون ميلينج سكينه القطع بتدور كده والشغل اهي، فالسكينه بتقطع من ده وتمشي كده، فبنسميه داون ميلينج. هنا اب ميلينج، السكينه بتقطع وتشد الايه الريش الى فوق، فده بنسميه داون ميلينج وده اب ميلينج. اللي فوق على الشمال اب ميلينج، متاسف داون ميلينج، واللي تحت اب ميلينج. طيب ايه المميزات بتاعت الاب ميلينج والداون ميلينج؟ الدايركشن اوف روتيشن، اوف روتيشن في الاب ميلينج بيبقى السكينه بتدور الى اعلى، في الداون ميلينج بتدور لاسفل. الشيب سيكنس في الاب ميلينج بيبدا صغير وينتهي كبير، العكس في الداون ميلينج يبدا كبير وينتهي صغير. الاب ميلينج جراديوال بريشر في القطع، لكن في الداون ميلينج سادن شوك، سكينه القطع بتخبط في الشغله، بينما في الاب ميلينج بتبقى جراديوالي بتطلع ببطء. الاب ميلينج عايز تثبيت جامد، لكن الداون ميلينج ما بيحصلش ان يحتاج تثبيت جامد، لان لما اداه القطع بتلف بتثبت الشغله ما بتطلعهاش لفوق، بتعمل لها كلامبينج فورس. السيرفيس فينش اللي ناتجه في الاب ميلينج فور سيرفيس فينش، لكن في الداون ميلينج احسن شويه. الباور كونسامشن في الاب ميلينج اكتر وفي الداون ميلينج اقل. في اللو ميلينج بناخد الباور كونسامشن اقل من الاب ميلينج. ده كان مكنة المتقاب القديمة. لو بصيت على أنواع الكترز اللي اشتغل بيها، عندي نوع ظريف ومهم اسمه اند ميلينج كتر. ايه الاند ميلينج كتر؟ المنظر ده، دي اسمها اند ميل، تقطع مجرة كده وتقدر تجمع، تقطع مجرة طولية. is an operation to do a slot. العملية بتاعت ال end milling cutter تعمل slot، تعمل مجرى في الشغلة، وتقدر تعمل لنا عمليات بهذا الشكل. عندنا T slot، سكينة تعمل مجاري حرف T. احنا خدنا مجاري حرف T كنا بنعملها على المرشطة، هنا بعملها على خطوتين بس. سكينة القطع نفسها بيبقى انظارها عامل كده، ادخلها بالجنب تعمل لي المجرى حرف التي في وان ستيب، مش زي كانت الشيبنج تعمل الناحية الشمال والناحية اليمين، لا تعملهم مرة واحدة. ممكن نعمل مجرى طولية بالشكل ده، سلوت ترينينج، دي سكينة قطع تعمل لي مجرى طولية بهذا الشكل. ممكن اعمل مجرى دافتيل، دافتيل كتر، دافتيل كتر يعني دي الحمامة، السكينة واخدة شكل دي الحمامة، لما مشيها على الشغلة كده تقطع لي السكينة، تقطع لي الشغلة بمجرى دي الحمامة. في عندنا أنواع تانية كتير من السكاكين. لو بصينا على المنظر ده بيلخص لنا كثير من السكاكين بتاعت الفرايز، اللي هي مرة تانية مالتيبل ايدج كاتنج تول، بتعمل قطع للمشغولات بأداة قطع ذات عدة حلول قطع مش حد واحد. كل دي أشكال لبعض أدوات القطع اللي نستخدمها في الفريزة، والمنتجات اللي نقدر ناخدها من الفريزة ادي اكزامبل ليها. نلاحظ ان بعض منها شبه
اللي ممكن اخده بالشيبنج ماشين، لكن الفرق ايه؟ هنا هتديني سيرفيس فينيش احسن ووقت التنفيذ اقل بكتير عشان مالتيبل ايدج كاتنج تول، فبتقطع بمعدل كبير عن الشيبنج. دي بعض العمليات الاخرى اللي ممكن نعملها في الشيبنج ماشين. بعض العمليات الاخرى اهم حاجه بقى هنا اللي هي الجير كاتنج ميلينج، ده حاجه مهمه جدا ان انا اقدر اعمل تصنيع لترس على مكنه الفريزه، اصنع ترس على مكنه الفريزه اللي هو اخلى الاسنان بتاعت الترس، ده سنه الترس خلقتها بسكينه الفريزه الافقيه اهي، عملت لي قطع للسنه ده اهي، وتقدر تعمل لي قطع لكل الاسنان. دي حاجه مهمه قوي في التفريز اللي احنا قلنا بيتميز بحاجتين، ان نصنع التروس عليه واداه القطع ذات عده حدود قطع. الفيكسيشن بتاع الشغل ممكن اثبت على منجله فايس او اثبت على مجاري حرف التي، وهنا التكنيك بتاع مجاري حرف التي لما كنت عمال اقول لكم هنقوله اهو، ادي مجري حرف التي اللي على التيبل بتاعت المكنه، وادي الشغل اهي، بجيب مسمار ادخله من الجنب من هنا، المسمار ليه راس تحت اهي، واطلع فوق اربطه بصموله هنا، وده كلامب اللي لونه احمر يربط في الشغله، وده ستيب بلوك عشان اثبت الكلامب عليه مش اكتر. لما اربط كده يبقى انا ثبتت الشغله على التيبل بواسطه مجاري حرف التي. دي الطريقه اللي بنثبت بيها الشغله على الميلينج ماشين، وممكن اثبت على المتقاب، وممكن اثبت كمان على الشيبنج بنفس طريقه التي سلوت ده. فممكن التي سلوت دايركت اثبت عليها زي هنا، او اثبت منجله على التيبل وعلى المنجله اثبت الشغله بتاعتي. ده الايه الطريقه بتاعت التثبيت بتاعت الشغله. طيب اوكي، احنا هنكتفي النهارده بكده، انا هراجع المحاضره دي معاكم المره الجايه ان شاء الله يوم الاربعاء القادم باذن الله، هنراجع دي وهناخد حاجه تانيه ان شاء الله صغيره. والتقرير بتاع الماتيريال نزل موجود، جاوبوه وجيبوه وخلصوه علشان هيبقى حاجه مهمه في الامتحان الشفوي وفي الحاجات اللي احنا هنيجي ناخدها بعد كده. يبقى مطلوب منك انك تجيب التقرير، والتقرير شكله جميل وفي بعض المواد العلميه الظريفه جدا. هنبص نلاقي لو فتحت التقرير لما تجيبه اللي هو الورك شوب هيبقى فيه الويلدنج، وكمان هيبقى الميتال فورمنج، ثم ندخل على الماشينينج التيرنينج، هيبقى فيه موجود بعض الاسئله البسيطه قوي اللي كلكم هتكونوا عارفينها بعد التيرنينج ان شاء الله يكون في القشط اللي احنا خدناه النهارده، وبعديه هيكون التقب اللي خدناه المره اللي فاتت، وفي بعد ذلك التفريز اللي عملنا له تمهيد النهارده وهنكمله المره الجايه. هذا الجزء الايه الاخراني فيه، وهينتهي بتقرير التجريخ او السيرفيس فينيش اوبريشن او الجرايندنج. فهكمل معاكم المره الجايه ان شاء الله باذن الله نخلص هذا الجزء يعني. نعم، هو في عملي العملي، العمل اللي تقصدي بيه يعني الامتحان العملي يعني، ولا تقصدي ايه؟ ايوه حتى الان في امتحان عملي ان شاء الله، وهنعلن قريب اما نعمل له البرنامج بتاعه، وهتيجوا هنسالكم في حاجات بسيطه
عشان نضمن انكم فاهمين وتاخدوا درجه، لانه عليه درجه كبيره يعني. في عملي ان شاء الله. الاسبوع اللي بعد الجاي غالبا يعني. طيب انا المره الجايه هراجع الميلينج وهنقفل الحاجات بتاعت الترديشنال ماشين. حد عايز حاجه؟ ايوه يا دكتور معلش، هو انا المفروض احفظ في كل ماشين البارت بتاعتها ايه كلها؟ لا ما تحفظش، بس تبقى عارف المين بارت يعني ايه؟ يعني لما ارسم لك مكنه واحط لك سهم على التيبل بتاعت المكنه واقول لك دي اسمها ايه؟ يعني من غير ما تحفظ هتبقى عارف ان دي التيبل، مش كده ولا تمام. ايه؟ تمام صح. فانا ما اقدرش اقول حفظ، بس اقول فهم. تمام يا باشمهندس، يا محمد، يا تمام حسام، يا رفقي. نعم، حد عايز تمام. مني حاجة تاني؟ دكتور لو سمحت، نعم، هي ماكينة السلوتر، هو ماكينة أنا لما ايه؟ أجي بعمل السلوتر، السلوتر. ايوه لما باجي أعمل المجرة، القطر بتاع المجرة ده بيبقى على حسب الطول اللي أنا بستخدمها، ولا أنا بقدر أحرك الطول يمين وشمال بإن لا، أنا أعمل؟ حسب الطول اللي انا بستخدمها، وانا ما اقدرش احرك الطول يمين وشمال، اغير الطول واجيب طول اكبر لو محتاج المجرة الطولية تكون اكبر. خد بالك من اللفظ مجرة طولية، مش حاجة مدورة ستريت. فاقدر اغير تمام. واقدر اعمل بوزيشننج للشغلة علشان اعرض القطع لو انا عايز اعمل زيادة شوية، مش انت عارف. الشغلة. دكتور هو فاضل كام محاضرة كده في المنهج؟ أنا مش سامعك يا بنتي. فاضل كام محاضرة في المنهج؟ إن شاء الله محاضرة واحدة إن شاء الله. تمام، شكرا. عفوا. حد عايز حاجة تاني؟ السلام عليكم.